والابن والروح القدس الله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والابد امين. النهارده حد سامريه كده يبقى نص الصيام فات. يا ترى لسه في حد ما صامش؟ اللي لسه ما صامش بقول له اتس نيفر تو ليت يبتدي، واللي بدا يخلي باله ان الوقت اللي جاي خلاص، الوقت اللي جاي صغير، فنحاول نستفاد بيه على قد ما نقدر. نحاول نركز اكتر في صلواتنا وقراياتنا، نركز مع ربنا اكتر الفتره اللي جايه. انجيل النهارده يدينا مثال مهم جدا لتعامل الله مع الخطاه. ازاي ربنا بيتعامل معانا احنا لما نغلط؟ في اول الانجيل يقول ان المسيح كان لابد ان يجتاز في السامره، كان لازم يعدي في مدينه السامره، وكان اليهود زمان ما يحبوش السامريين. يعني كان في بين اليهود وبين السامريين عداوة، ما كانوش يحبوا بعض. وقال الكتاب يذكروا ان المسيح تعب، فضل ماشي 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 لحد ما جه عند البير في مدينة سخار، وراح ايه قعد من التعب. وفي الوقت ده تلاميذ قالوا احنا جعانين ما عندناش حاجة، فلهم روحوا انتوا اشتروا اكل. رغم ان هو كان ممكن يعمل ايه، كان ممكن يرفع ايده فوق كده ويطلب الاكل فينزله، مظبوط كده؟ مش كان ممكن يعمل كده؟ لكن هو بعدهم لسبب، بعدهم لهدف. قال لهم روحوا اشتروا لنا حاجة، يعني اشتروا حاجة ناكلها. طب يا رب مش تودي اتنين تلاتة؟ لا ده قدام كلهم، يعني بعدهم كلهم. وبعدين من التعب قعد عند البير. وموضوع التعب ده يورين المسيح كان إنسان كامل، يعني واخد جسد بشري زينا. عشان في ناس كانت تشكك تقول إن جسد المسيح ده ما كانش بشر، يعني مش واخد جسد بشري زينا. لكن بالعكس، هو أخذ جسد زينا، بيتعب ويبقى عاوز يأكل ويشرب ويتألم ويتعب من المشي، وراح قعد عند البير. كلمة البير اللي اتذكرت كذا مرة في إنجيل معلمنا القديس يوحنا، البير في اليونانية ليه لفظين. فلما كان يتقال المسيح يقول لها عايز أشرب من البير، فكان تيجي معنى إن المية دي مية حية، مية متحركة متجددة. إنما لما كانت تيجي اللفظة دي للسامرية تيجي بمعنى إنها مية راكدة، مية بسيطة قليلة. فكل واحد فيهم بيتكلم من وجهة نظر مختلفة. السامرية بتتكلم على المية المادية اللي قدامه، اللي محتاجة دلو ومحتاجة حبل ننزل بيه عشان نشرب. لكن المسيح بيتكلم على مية أبدية، بيتكلم على مية حية. ده الفرق ما بين عمل الله في حياتنا وما بين عملنا إحنا في حياتنا. مهما تعمل في حياتك، مهما تشتغل ومهما تتعب ومهما تجني، فهي حاجة إيه؟ شحيحة بسيطة، هيجيلها وقت وتخلص. إنما عمل الله في حياتنا لا ينتهي. عمل الله في حياتنا يمجدنا، يدينا قبول قدام ربنا وقدام الآخر. لأن إحنا لما نسيب عمل الله في حياتنا يشتغل، يقول إيه؟ يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. ولما يمجدوا أبونا كأنهم مجدونا إحنا. فده الفرق ما بين عمل الله في حياة الشخص وما بين عمل الشخص نفسه. بالمناسبة السامرية دي كان اسمها فوتينا في التقليد. الست دي كانت اسمها فوتينا. الست ديت رغم انها كانت سامرية والسامريين كانوا مكروهين من اليهود، لا ده كان عندها حاجات تانية أسوأ. الست دي كانت سمعتها مش كويسة، بدليل حتى وهي عايشة مع السامريين مش عايزة تقابل حد فيهم، مش عايزة تشوف حد فيهم. عشان كده طلعت للبير الساعة السادسة. الساعة الست دي اللي هي الساعة كام؟ الساعة 12 الظهر. تخيل المسيح في عز الحر ده ماشي، وهي طلع في الوقت اللي هي متأكدة انها مش هتقابل حد فيه، علشان مش عايزة تشوف حد. ليه مش عايزة تشوف حد؟ لان اي حد هيشوفها هيبكتها بكلمة، هيديها نظرة مش كويسة، هيديها تعليق مش لطيف، لان هي عارفة انها عايشة حياة مش كويسة. فبالتالي حاولت تتجنب على قد ما تقدر انها تقابل اي حد، فخرجت في الوقت دوت علشان تملى ميه من البير. يفكرنا بايه الساعه السادسه دي؟
صلب ربنا يسوع لها كل المجد. وكأن الساعة الستة دي تملي على ربنا هو وقت تعب، وقت شقة، وقت فيه مجهود وفيه تعب، بس التعب دوت ربنا ما يفرقش معاه التعب، لأنه بيروح عشان يجيب نفس. فربنا مرايح للساعة الستة دي اللي هي في عز الحر وعز التعب علشان يجيب نفس من إيدين الشيطان، نفس غرقانة في الخطية، نفس الوقت اللي طلع فيه على الصليب علشان ينجينا احنا كمان من عبودية إبليس ويخلصنا من الخطية. زي ما قلت لكم، الست ديت كانت مضطهدة من مجتمعها، منبوزة، محدش عاوز يتكلم معاها، محدش حابب يشوفها. فعلشان كده بدأت تعمل حاجات ممكن تبقى بالنسبة لها صعبة، بس أحسن من إنها تسمع كلمة أو نظرة مش كويسة. ساعات يبقى تعاملنا مع بعض بنفس المنطق ده. يعني ممكن أنا أقول للواحد كلمة أو أقول للواحد موقف أمرر بيه حياته، أضايقه بيه، فخليه يتوارى، يبعد، يبقى مش عايز يبقى موجود. ممكن أعمل تصرف مع شخص ممكن يبقى صعب، فبالتالي الشخص ده ما يبقاش عاوز يجي تاني، مش عايز يبقى موجود. فهنا ربنا يسوع رايح في الوقت اللي يكون فيه محدش موجود علشان يقابلها. وفي نفس الوقت هي ما توقعتش، هي كانت متوقعة تعمل ايه؟ تشوف واحد من السامرة، لكن ده رايح تقابل واحد يهودي، واحد عدو بالنسبة لها. يعني مش هي هربانة من الناس اللي هي المفروض من أهلها، لا، ده كمان رايح تقابل واحد ويهودي في الوقت داود. وهنا ربنا يسوع يطلب منها طلب، يقول لها أعطيني لأشرب. المسيح هنا طلب منها طلب صغير، ده مش طلب كبير، اديني أشرب. وربنا طلب الطلب الصغير دوت عشان يديها هي عطية أكبر. ودي طريقة تعامل ربنا معنا، يطلب مننا نعمل حاجة صغيرة قوي علشان يدينا مكافأة كبيرة قوي. بمعنى يعني ربنا يقول لك إيه؟ عايز تخش السماء؟ يا رب عايز أخش السماء. طيب السماء دي كبيرة قوي، طب أنا محتاج أعمل إيه؟ أنت محتاج تسلك في وصاياي، تسمع كلامي. صعبة؟ لا مش صعبة يا رب، مقارنة بالمجد اللي أنت عددته لينا، مقارنة بالسعادة الأبدية، مقارنة أنا أفضل عايش معاك في السماء، إن أنا أقف أصلي، أصوم، أجي الكنيسة تناول، أعمل أعمال كويسة، أقرأ في كتابي المقدس. البركة اللي بنحصل عليها لا تقارن أبدا بالعمل اللي بنعمله، لأن عملنا مهما كان كبير مقارنة بالسعادة الأبدية صغير قوي. حاجة تانية من الحاجات الجميلة في حياتنا مع ربنا، إن العمل مهم مش بالكمية، العمل بالكيفية. يعني في ناس تقولك أنا بقف أصلي كتير وبصوم كتير وكويس، بس الحب اللي ورا العمل ده قد إيه؟ ما ياما ناس بتصوم وتصلي وتيجي الكنيسة بس ربنا مش في دماغها. ليه؟ لأن في ناس فاكرة إنها لما بتعمل كده هي بتعمل جميلة لربنا. زي ما يجي واحد يعمل خدمة للكنيسة فيحس إنه عمل حاجة، في الوقت اللي أنت الأجر اللي هتاخده لا يقارن بالعمل اللي أنت عملته. لكن في ناس تعمل عمل وتحس إنها لا أنا عملت دوت، أو عملت الإنجاز ده، أو قريت كتاب مثلا في الصوم في الفترة المعينة، أو صمت انقطاعي طول الصوم، أو صليت الأجبية كلها طول الصوم، ده كويس. بس في ناس بتعمل عمل مش عشان هي محتاجة دوت، عشان تتباهى بعملها، عشان تحس إنها عملت حاجة. لكن ربنا عمره ما كان يبات مديون. إذا فعلتم كل ما أمرتم به فقولوا إننا إيه؟ عبيد بطلون. يعني مهما عملت من البر، مهما عملت من التقوى، علشان تحفظ نفسك من الكبرياء وتحفظ نفسك من الشعور بالذات دوت، تفتكر الآية دي، إذا فعلتم كل ما أمرتم به فقولوا إننا عبيد بطلون. السامرية كان عندها نفس الفكر ده، هيك بفكر انها لسه هترمي الدلو وترميه وتجيب وتشربه، هتعمل مجهود يعني. فعشان كده ربنا قال لها لا، المية اللي انت بتشربي منها دي ولا حاجة،
دي مية هتعطشك تاني وتشربي منها تاني، لكن أنا أقدر أديكي ماء حي، أديكي ماء حي تشربي منه ما تعطشيش أبدا. ودي حياتنا مع ربنا، الإنسان اللي عايش مع ربنا يفضل طول عمره شبعان، ما يبقاش محتاج إنه ياخد من العالم كتير، العالم ما يبقاش في دماغه كتير، لأن ربنا بيرفعه فوق مستوى العالم، لأنه بيحس إن كل الأشياء دي إيه؟ حسبت كل الأشياء إيه؟ نفاية لأربح المسيح. الشخص اللي عايش مع ربنا ومتمتع بيه ما يبقاش محتاج حاجة، ما يبقاش بيجري في العالم كتير، ما يبقاش شايل هم العالم كتير، لكن شايل هم أبديته، أو مش مهتم بأبديته، بلاش أقول شايل هم أبديته دي، لكن مهتم بأبديته. ليه؟ لأن هو ده مستقبله، وفي الآخر كل اللي في العالم بيتقضى، سواء بكتير أو بقليل هنعيش، لكن الإنسان اللي بيجري ورا العالم يفضل عطشان تملي، ومهما ياخد ما يبقاش شبعان، ومهما ربنا يديله من عطايا في العالم برضه ما يبقاش شبعان. لكن الإنسان اللي شبعان بربنا، اللي شارب من الماء الحي، يبقى بالنسبة له العالم ولا حاجة، ما تفرقش معاه مية العالم دي. لكن اللي بيخلينا نجري تملي ورا الأرضيات والماديات، إن إحنا مش شبعانين بربنا. زي السامرية دي، السامرية دي ما كانتش شبعانة بحاجة، بالعكس كانت جعانة لكل أنواع المشاعر، كانت جعانة للحب والأمان والاحتواء، كان نفسها تحس إنها إنسانة، لكن تعاملات الناس معاها حطتها في أدنى مستوى. لكن المسيح النهاردة جاي يعمل إيه؟ يرفعها، يديها كرامة، رغم إن ما فيش حاجة في حياتها كويسة، دي ست خطية، كان ليها 5 أزواج قبل كده وعايشة مع واحد دلوقتي مش جوزها، ست مش عايزة تقابل حد، مش عايزة تشوف الناس. النهاردة المسيح بيعمل إيه؟ بيرد لها كرامتها. ودي تعامل ربنا معانا، الواحد مهما يكون خطيته كبيرة ومهما يكون عامل ما لا يعمل، يفضل غالي في عينين ربنا، يفضل ربنا يتعامل معاه كابن بيدور عليه. في الوقت اللي احنا فيه ممكن تعاملنا مع بعض يتعبنا، ما كلنا خطاة وكلنا فينا خطايا، واحد فينا ما فيهوش خطية، لكن رؤية ربنا للخاطي مختلفة خالص، رؤية ربنا للخاطي ان دوت ابن لي محتاج انه يرجع. حاجة جميلة في السامرية انها كان عندها استعداد للمناقشة رغم كل الضغوط النفسية اللي كانت عايشة فيها، رغم انها في الاول شدت في الكلام مع ربنا يسوع، لكن بعد كده تجاوبت معاه. يعني لما لها اعطيني اللي اشرب، قالت له اديك تشرب ليه؟ انت يهودي وانا امرأة سامرية، واليهود ما يكلموش السامريين، انا يكلمك ليه؟ اديك عملك حاجة كويسة ليه؟ لكن المسيح بوداعة وبساطة قال لها انت ما تعرفيش مين اللي بيقولك، لو عرفت اللي بيقولك ده هتطلبي انت منه ماء ايه حي. فبدأت تقول له ايه؟ يا سيد ليس لك دلو. بدأت تحترمه شوية، يعني في الاول كانت داخله فيه شمال كده، بس بعد كده بدأت تتجاوب وبدأت تسمع وبدأت ترد، لان ربنا خبط على باب قلبها ففتحت. ياما ربنا بيخبط على باب قلوبنا بس احنا مش عايزين نفتح، مش عايزين نتخلص من الخطايا اللي في حياتنا، لان في ناس بتبقى فرحانه بخطيتها، مشتاقه ليها، شهوه معانا مسيطره عليها، مش قادره تبعد عنها. لكن الست دي رغم كل خطاياها وكل شهواتها وكل مشاكلها اللي في حياتها، لكن المسيح لما خبط على باب قلبها عملت ايه؟ فتحت له. والمسيح لما يتفتح له الباب ويدخل يغير البني ادم، يخليها من انسانه خاطيه منبوذه مش عايزه تقابل حد، الى انسانه بتجري على بلدها وتبشر بربنا يسوع وتجيب له ناس يامنوا بيه. احنا لو بمقاييس وقتنا الحالي، لما نشوف واحده بمواصفات السامريه دي نحطها في انهي بوزيشن في الكنيسه؟ يعني نخليها من الخدام، ولا الناس اللي بتخدم في المطبخ، ولا نخليها من الناس اللي بتنظف الكنيسه، ولا نخليها تقف على باب الكنيسه، ولا نقول لها انت ما ينفعش اساسا تبقى موجوده هنا؟ لو بمقاييسنا احنا نقول لك ايه ده، تخيلوا كده لو انا جبت واحده زي دي وقلت لها ان انت مثلا هتخدمي، ايه يا ابونا اللي انت جايبها دي؟ هي دي انت مش عارف دي عامله ايه، انت مش عارف دي سمعتها ازاي، هتاثر العيال، هتعلم العيال لله. لكن ربنا يسوع ما شافش كل ده،
ربنا انه فاحص القلوب والكل، عارف ان جوه الست دي عايزه تتوب وعايزه ترجع وعايزه تبقى كويسه. فبمجرد ما اتكلم معاها بدات تعمل ايه؟ بدات تبشر، وراحت جابت له كل اهل السامره وقالت لهم انسان قال لي كل ما ايه ما فعلته. وهو ده جمال العشره مع ربنا، اللي عايز يغير حياته لازم يفتح قلبه لربنا، لازم يقعد مع ربنا في الصلاه، لازم يفتح كتاب المقدس ويسمع كلمة ربنا ليه وإرشاده ليه. ربنا يدينا إن إحنا نفتح قلوبنا ليه وإنه يغير حياتنا والخطايا اللي مسيطرة علينا في حياتنا، عشان نكون كارزين وممجدين لإسمه القدوس كل مجد وكرامه من الآن والأبد. Song.